ميني كوبر 5 أبواب. قد صورت لكم الثلاث أبواب، لكن هذه الفئة الكبيرة منها تجي بست حساسات أمامية وست حساسات خلفية، هذا يعني أن السيارة فيها نظام الأوتو بارك. هذه الفئة فئة الاس، اسم السيارة ميني كوبر كانتري مان 2023. الإضاءات الأمامية في LED، التكشفات الضباب تيجي من عدسة واحدة للعالي وللواطي، فتحات التهوية اللي موجودة على الشب وبرضو على الصدام وبرضو من هنا، جنوط مقاس 19، كتابة الاس برضو موجودة هنا. طب وش يميزها؟ مساحة أكبر تقدر تركب 5 أشخاص، وبنفس الوقت دفع رباعي. شوفوا الاسطب جاي بشعار أو بعلم بريطاني. الإضاءة الخلفية LED بحساسات خلفية وكاميرا خلفية، فتحتين شكمان وسقف بانوراما كامل، حتى هنا شعار بريطاني، وهذه مساحة التخزين الخلفية. بإمكانك تصفط المراتب اللي بالنص تعطيك مساحة أكبر، والستارة اللي تحمي الأغراض الخاصة فيك. طبعا تكفلها يدوي، تكييف خلفي ومنافذ تايب سي، تكيف بالنص مع حاملات الأكواب، نظام الإزوفيكس الخاص بمقاعد الأطفال، وهذا شكل السيارة الداخلي.